فرحة، تأليف أنطوني تشيكوف، بصوت إسلام عادل. كانت الساعة 12 ليلا. اندفع ميتيا كولداروف إلى شقة والديه منفعلا منفوش الشعر، ومضى يروح ويجيء بسرعة في جميع الغرف. وكان الوالدان قد أويا إلى الفراش، ورقدت أخته في سريرها تقرأ آخر صفحة في الرواية، أما إخوته التلاميذ فكانوا نائمين. وقال والده بدهشة: من أين جئت؟ ماذا بك؟ لا تسأله، لم أتوقع ذلك أبدا. كلا، لم أتوقعه أبدا، إنه غير معقول. وقهقه ميتيا وجلس في الفوتيل وهو لا يقوى على الوقوف من فرط السعادة. هذا غير معقول، لا يمكن أن تتصوروا، انظروا. قفزت أخته من الفراش وأسدلت على كتفيها البطانية واقتربت من أخيها، واستيقظ التلاميذ. ماذا بك؟ إنك شاحب. هذا من الفرحة يا ماما، فالآن أصبحت روسيا كلها تعرفني، كلها. من قبل لم يكن أحد غيركم يعرف أنه يوجد في الدنيا المسجل الاعتباري ديمتري كولداروف، أما الآن فروسيا كلها تعرف ذلك. ماما، يا إلهي. قفز ميتيا وجرى في غرف البيت ثم عاد إلى مجلسه. لكن ماذا حدث؟ هل أوضحت لنا؟ إنكم تعيشون كالوحوش البرية، لا تقرؤون الصحف ولا تهتمون أبدا بما ينشر، بينما في الجرائد أشياء رائعة، فإذا حدث شيء يصبح معروفا على الفور ولا يخفى أبدا. كم أنا سعيد، يا إلهي، الجرائد لا تكتب إلا عن مشاهير الناس فقط، وإذ بهم فجأة يكتبون عني. ماذا تقول؟ أين؟ انطق الأب، ونظرت الأم إلى الأيقونة ورسمت علامة الصليب. وقفز التلاميذ في قمصان النوم القصيرة فقط، واقتربوا من أخيهم الأكبر. نعم، كتبوا عني، الآن تعرفني روسيا كلها. خبئي يا ماما هذا العدد واحتفظي به للذكرى، سوف نقرأه أحيانا، انظروا. وأخرج ميتيا من جيبه عددا من جريدة وأعطاه لأبيه، وهو يدس إصبعه في موضع محاط بخط قلم أزرق. اقرأ. وارتدى الوالد النظارة. هيا اقرأ. ونظرت الأم إلى الأيقونة ورسمت علامة الصليب، وتنحنح الأب وشرع يقرأ. في 29 من ديسمبر الساعة 11 مساء كان المسجل الاعتباري ديمتري كولداروف. هل رأيتم؟ هل رأيتم؟ أكمل. كان المسجل الاعتباري ديمتري كولداروف خارجا من الحانة الواقعة في شارع مالايا برونايا في منزل كوزيخين، وهو في حالة سكر. شربت مع سيمون بيتروفيتش، وصفوا حتى أدق التفاصيل. أكمل بعده، اسمعوا. وهو في حالة سكر فنزلت قدمه وسقط تحت حصان حوذي كان واقفا هنا، ويدعى إيفان دروتوف من قرية درويكينا بناحية يخنوف، وذعر الحصان فخطى من فوق كولداروف وسحب من فوقه الزحافة التي كان جالسا فيها ستيبيان لوكوف التاجر من الدرجة الثانية بموسكو، وانطلق عبر الشارع وتمكن البوابون من الإمساك به، ونقل كولداروف الذي كان فاقدا الوعي إلى قسم الشرطة حيث أجري له كشف طبي، واتضح أن الضربة التي تلقاها في مؤخرة رأسه إنها من اصطدام بذراع الزحافة. يا بابا أكمل، اقرأ بعد ذلك. التي تلقاها في مؤخرة رأسه تعتبر من الضربات الخفيفة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأجري للمصاب إسعافات أولية. نصحوني بأن أبلل مؤخرة رأسي بالماء البارد. حسنا، هل رأيتم؟ ها؟ هكذا الخبر الآن ينتشر في روسيا كلها. هات الجريدة. وخطف ميتيا الجريدة وطواها ودسها في جيبه. سأسرع إلى آلي كاروف لأريها لهم، ينبغي أن أريها أيضا لآلي إيفانيتسكي ولناتاليا إيفانوفا ولأنسيم فاسيليتش. أنا ذاهب، وداعا. وارتدى ميتيا العمرة ذات الشريط المعقود وانطلق إلى الشارع منتشيا فرحا. وفاة موظف. ذات مساء رائع كان إيفان ديمتريفيتش شارفياكوف
الموظف الذي لا يقل روعة جالسا في الصف الثاني من مقاعد الصالة يتطلع في المنظار إلى أجراس كورنيفال، وأخذ يتطلع وهو يشعر بنفسه في قمة المتعة. وفجأة، وكثيرا ما تقابلنا وفجأة في هذه القصص والكتاب على حق، فما أحفل الحياة بالمفاجآت. وفجأة تقلص وجهه وزاغ بصره واحتبست أنفاسه وحول عينيه عن المنظار وانحنى عطس كما ترون. والعطس لم يكن محظورا على أحد في أي مكان، إذ يعطس الفلاحون ورجال الشرطة، بل وأحيانا المستشارون السريون، الجميع يعطس. ولم يشعر تشارفياكوف بأي حرج، ومسح أنفه بمنديله، وكشخص مهذب نظر حوله ليرى ما إذا كان قد أزعج أحدا بعطسه. وعلى الفور أحس بالحرج، فقد رأى العجوز الجالس أمامه في الصف الأول يمسح صلعته ورقبته بقفازه بعناية ويدمدم بشيء ما. وعرف تشارفياكوف في شخص العجوز الجنرال بريزغالوف الذي يعمل في مصلحة السكك الحديدية. قال تشارفياكوف لنفسه: لقد بللته، إنه ليس رئيسي بل غريب، وما ذلك فشيء محرج، ينبغي أن أعتذر. وتنحنها تشارفياكوف ومال بجسده إلى الأمام وهمس في أذن الجنرال: عفوا يا صاحب السعادة، لقد بللتكم، لم أقصد. لا شيء، لا شيء، أستحلفكم بالله العفو إنني لم أكن أريد. اسكت من فضلك، دعني أستمع. وأحرج تشارفياكوف فابتسم ببلاهة وراح ينظر إلى المسرح. كان ينظر ولكنه لم يعد يحس بالمتعة، لقد بدأ القلق يعذبه. وأثناء الاستراحة اقترب من بريزغالوف وتمشى قليلا بجواره، وبعد أن تغلب على وجله دمدم: لقد بللتكم يا صاحب السعادة، اعذروني، إنني لم أكن أقصد أن... كفاك، أنا قد نسيت، وأنت ما زلت تتحدث عن نفس الأمر؟ وحرك شفته السفلى بنفاد صبر. قال تشارفياكوف لنفسه وهو يتطلع إلى الجنرال بشك: يقول نسيت، بينما الخبث يطل من عينيه ولا يريد أن يتحدث. ينبغي أن أوضح له أنني لم أكن أرغب على الإطلاق، وأن هذا قانون الطبيعة، وإلا ظن أنني أردت أن أبصق عليه، فإذا لم يظن الآن فسيظن فيما بعد. وعندما عاد تشارفياكوف إلى المنزل روى لزوجته ما بدر عنه من سوء تصرف، وخيل إليه أن زوجته نظرت إلى الأمر باستخفاف، فقد جزعت فقط، ولكنها اطمأنت عندما علمت أن بريزغالوف ليس رئيسه، وقالت: وما ذلك، اذهب إليه واعتذر، وإلا ظن أنك لا تعرف كيف تتصرف في المجتمعات. تلك هي المسألة، لقد اعتذرت له ولكنه كان غريبا، لم يقل كلمة مفهومة واحدة، ثم إنه لم يكن هناك متسع للحديث. في اليوم التالي ارتدى تشارفياكوف حلة جديدة وقص شعره وذهب إلى بريزغالوف لتوضيح الأمر. وعندما دخل غرفة استقبال الجنرال رأى هناك كثيرا من الزوار، ورأى بينهم الجنرال نفسه الذي بدأ يستقبل الزوار. وبعد أن سأل عدة أشخاص رفع عينيه إلى تشارفياكوف، فرح الموظف يشرح له: بالأمس في أركاديا، لو تذكرون يا صاحب السعادة، عطست وبللتكم من غير قصد، أعتذر. للتفاهات، الله يعلم ما هذا. وتوجه الجنرال إلى الزائر التالي: ماذا تريدون؟ وفكر تشارفياكوف ووجهه يشحب: لا يريد أن يتحدث إذن، فهو غاضب. كلا، لا يمكن أن أدع الأمر هكذا، سوف أشرح له. وبعد أن أنهى الجنرال حديثه مع آخر زائر واتجه إلى الغرفة الداخلية، خطى تشارفياكوف خلفه ودمدم: يا صاحب السعادة، إذا كنت أتجسر على إزعاج سعادتكم فإنما من واقع الإحساس بالندم، لم أكن أقصد كما تعلمون سعادتكم. فقال الجنرال وهو يختفي خلف الباب: إنك تسخر يا سيدي الكريم. وفكر تشارفياكوف: أي سخرية يمكن أن تكون؟ ليس هنا أي سخرية على الإطلاق، جنرال ومع ذلك لا يستطيع أن يفهم. إذا كان الأمر كذلك فلن أعتذر بعد لهذا المتغطرس،
ليذهب إلى الشيطان. سأكتب له رسالة ولكن لن آتي إليه، أقسم لن آتي. هكذا فكر تشيرفياكوف وهو عائد إلى المنزل، ولكنه لم يكتب للجنرالي رسالة. فقد فكر وفكر ولم يستطع أن يدبج الرسالة، واضطر في اليوم التالي إلى الذهاب بنفسه لشرح الأمر. ودمدم عندما رفع إليه الجنرال عينين متسائلتين: جئت بالأمس فأزعجتكم يا صاحب السعادة، لا لكي أسخر منكم كما تفضلتم سعادتكم فقلتم، بل كنت أعتذر لأني عطست فبللتكم، ولكنه لم يدر بخاطري أبدا أن أسخر. وهل أجسر على السخرية؟ فلو رحنا نسخر فلن يكون هناك احترام للشخصية إذن. وفجأة زأر الجنرال وقد اربد وارتعد: أخرج من هنا. فسأل تشيرفياكوف هامسا وهو يذوب رعبا: ماذا؟ فردد الجنرال ودق بقدمه: أخرج من هنا. وتمزق ما في بطن تشيرفياكوف وترجع إلى الباب وهو لا يرى ولا يسمع شيئا، وخرج إلى الشارع وهو يجرجر ساقيه. وعندما وصل آليا إلى المنزل استلقى على الكنبة دون أن يخلع حلته ومات. البدين والنحيف. في محطة سكة نيقولاي التقى صاحبان، أحدهما بدين والآخر نحيف. كان البدين قد تغدى لتوه في المحطة ولمعت شفتاه من الدهن كما تلمع ثمار الكرز الناضجة، وفحت منه رائحة النبيذ والحلويات المعطرة. أما النحيل فكان خارجا لتوه من عربة القطار محملا بالحقائب والصرر وعلم الكرتون، وفحت منه رائحة لحم الخنزير والقهوة الرخيصة. ولحت من وراء ظهره امرأة نحيفة طويلة الذقن، زوجته، وتلميذ طويل بعين ضيقة، ابنه. وهتف البدين عندما رأى النحيف: بورفيري، أهو أنت يا عزيزي؟ كم مرة من أعوام لم أرك. ودهش النحيف: يا سلام ميشا، يا صديق الطفولة، من أين جئت؟ وتبادل الصاحبان القبلات ثلاثا، وحدق كل منهما في الآخر بعينين مغرورقتين بالدموع، وكان كلاهما في حالة من الذهول اللذيذ. قال النحيف بعد القبلات: يا عزيزي، لم أتوقع أبدا، يا لها من مفاجأة. هل نظرت إلي جيدا؟ جميل كما كنت، حبوب وغندور كما كنت. آه يا إلهي، كيف أحوالك؟ أصبحت غنيا؟ تزوجت؟ أنا تزوجت كما ترى، هذه زوجتي لويزا من عائلة فانسنباخ بروتستانتية. أما هذا فابني نافانائيل، تلميذ بالصف الثالث. يا نافانيا، هذا صديق طفولتي، درسنا معا في المدرسة. وفكر نافانائيل قليلا ثم نزع قبعته، ومضى النحيف يقول: درسنا معا في المدرسة، أتذكر كيف كانوا يغيظونك بلقب هيروستراتوس لأنك أحرقت بالسيجارة كتاب عهدة؟ وكانوا يغيظونني بلقب أفيالتوس لأنني كنت أحب النميمة؟ كم كنا صغارا. لا تخف يا نافانيا، اقترب منه. وهذه زوجتي من عائلة فانسنباخ بروتستانتية. وفكر نافانائيل قليلا ثم اختبأ خلف ظهر أبيه، وسأل البدين وهو ينظر بإعجاب إلى صديقه: كيف حالك يا صديقي؟ أين تخدم؟ وماذا بلغت في الخدمة؟ أخدم يا عزيزي، بلغت محكم هيئة منذ سنة وأحمل وسام ستانسلاف. الراتب سيء فليكن، زوجتي تعطي دروسا في الموسيقى، وأنا أصنع علب سجائر من الخشب، علب ممتازة أبيعها الواحدة بروبل، ومن يشتري 10 علب أو أكثر أقدم له خصما. ندبر أمورنا كيفما كان. أتدري؟ كنت أخدم في الإدارة، وقد نقلت إلى هنا الآن كرئيس قسم تابعا لنفس الوزارة. سوف أخدم هنا. وأنت أظنك بلغت مستشار دولة ها؟ فقال البدين: لا يا عزيزي، بل أعلى، لقد بلغت المستشار السري، أحمل نجمتين. وفجأة انتقع النحيف وتجمد، ولكن سرعان ما التوى فمه في جميع الاتجاهات ليصنع ابتسامة عريضة للغاية، وبدا كأن الشرارة قد تطاير من وجهه وعينيه. أما هو فانكمش وتحدب وضاق، وانكمشت حقائبه وصرره وعلبه وتجعدت، واستطال ذقن زوجته الطويل،
وشد نفنائيل قامته وزرر جميع أزرار سترته. إنني يا صاحب السعادة مسرور جدا، صديق الطفولة يعني، وإذا به يصبح من السادة الأكابر. فانتعض البدين وقال: دعك من هذا، ما هذه النبرة؟ إننا أصدقاء طفولة، ما معنى عبادة الألقاب هذا؟ فضحك النحيف ضحكة صفراء وازداد انكماشا: العفو، ماذا تقولون؟ إن اهتمام سعادتكم الكريم هو كالبلسم الشافي. هذا هو ابني نفنائيل يا صاحب السعادة، زوجتي لويزا، بروتستانتية إلى درجة ما. وأراد البدين أن يعارض شيئا ما، ولكن وجه النحيف كان يطفح بالتبجيل والتعبير المعسول والخنوع إلى درجة أثارت الغثيان في نفس المستشار السري، فأشح بوجهه على النحيف ومد له يده مودعا، وصافح النحيف ثلاث أصابع وانحنى بجسده كله وضحك كالصيني. وابتسمت الزوجة ومسح نفنائيل الأرض بقدمه وسقطت منه القبعة، وكانوا ثلاثتهم في حالة من الذهول اللذيذ. الحرباء. عبر ميدان السوق يسير مفتش الشرطة أتشوميلوف في معطف جديد ويحمل في يده لفافة، ومن خلفه يسير شرطي أحمر الشعر ومعه غربال مملوء لحافته بثمار عنب الثعلب المصادرة، والسكون مخيم ولا أحد في السوق، وتطل أبواب المتاجر والحانات المفتوحة على العالم بنظرة كابية كالأشداق الجائعة، ولا يوجد بجوارها حتى الشحاذون. وفجأة يسمع أتشوميلوف صوتا يقول: أها، إذن فأنت تعض أيها الملعون، أمسكوه يا أولاد، العض الآن ممنوع، أمسك. آه، ويتردد عاويل كلب، ويلتفت أتشوميلوف فيرى كلبا يركض من مخزن الحطب التابع للتاجر بوتشيكن، وهو يقفز على ثلاثة أرجل ويتلفت، ويطارده شخص في قميص من الشيت المنشي وصدير مفتوح، يركض وراء الكلب ثم يسقط على الأرض مادا جذعه إلى الأمام، ويقبض على ساقي الكلب الخلفيتين، ويتردد من جديد عويل الكلب وصيحة: أمسكوه. وتطل من المتاجر سحن ناعسة، وسرعان ما يتجمع الناس بالقرب من مخزن الحطب وكأن الأرض انشقت عنهم. ويقول الشرطي: يبدو هنا اضطراب يا صاحب المعالي. ويستدير أتشوميلوف نحو نصف دورة إلى اليسار متجها إلى الجمع، ويرى بجوار بوابة المخزن مباشرة الشخص المذكور في الصدير المفتوح، وهو يرفع يده اليمنى ليري الجميع إصبعه المدمى، كأنما كتب على سحنته الثملة: سوف أريك أيها الملعون. وإصبعه نفسه تشير علامة النصر، ويتعرف أتشوميلوف في هذا الرجل الصائغ خيريوكين، وهو في وسط الجمع يجلس المتسبب في هذه الضجة، جرو صيد أبيض ذو أنف حاد وبقعة صفراء على ظهره، مادا ساقيه الأماميتين، وجسده كله يرتعش، وفي عينيه الدامعتين نظرة حزن ورعب. ويسأل أتشوميلوف وهو يقتحم الحشد: بأية مناسبة أنتم هنا؟ لماذا هنا؟ وأنت لماذا إصبعك؟ من الذي صاح؟ ويشرع خيريوكين في الكلام وهو يتنحنح في قبضته: كنت سائلا يا صاحب المعالي، لا أمس أحدا، بخصوص الحطب مع متري ميتريتش، وفجأة إذ بهذا الوغد وبدون أي سبب ينهش إصبعي. أرجو المعذرة، فأنا رجل يعني من العاملين وعملي دقيق، فليدفعوا لي، لأني ربما لا أستطيع أن أحرك هذه الإصبع أسبوعا، ولا يوجد في القانون يا صاحب المعالي ما ينص على أن يتحمل الإنسان هذه المخلوقات، فلو أن كل واحد أخذ يعض فالأفضل ألا يعيش الإنسان على ظهر الأرض. فيقول أتشوميلوف بصرامة وهو يسعل ويحرك حاجبيه: حسنا حسنا، كلب من هذا؟ أنا لن أدع ذلك هكذا، سأريكم كيف تطلقون كلابكم. أنا أن ننتبه إلى أولئك السادة الذين لا يريدون أن يمتثلوا للقوانين، عندما يدفع الغرامة هذا الوغد سيعرف ما معنى الكلاب وغيرها من الدواب الضالة، سأريه العفاريت الزرق. ويخاطب الشرطية يالديرين: اعرف كلب من هذا واكتب محضنا، أما الكلب فينبغي إعدامه،
فورا، لابد أنه مسعور. إنني أسألكم، كلب من هذا؟ ويقول شخص من الجمع، يبدو أنه كلب الجنرال جيجالوف. الجنرال جيجالوف؟ انزع عني المعطف يا يالدرين. أوف. يا للحر، يبدو أن المطر سيسقط. شيء واحد لا أفهمه، كيف استطاع أن يعضك؟ يقول مخاطبا خيريوكين. أمن المعقول أن يطال إصبعك؟ إنه صغير، أما أنت فانظر ما طولك، يبدو أنك جرحت إصبعك بمسمار وخطرت لك فكرة أن تحصل على تعويض. أنتم هكذا، أعرفكم أيها الشياطين. يا صاحب المعالي، كان يلسعه بالسيجارة في بوزه ليضحك عليه، فلم يكذب الكلب خبرا وعضه. إنه شخص مشاكس يا صاحب المعالي. كذاب يا أحول، أنت لم ترى شيئا فلماذا تكذب؟ إن معاليه سيد ذكي ويعرف من الكذاب ومن الشريف النقي الضمير أمام الله. وإذا كنت أكذب فليحكم القاضي، فلديه مكتوب في القوانين، الجميع الآن سواسية، وأنا لي أخ في الدرك إذا أردت أن تعلم. ممنوع الكلام. ويقول الشرطي بنبرة تأمل عميق، كلا، هذا ليس كلب الجنرال، ليس لدى الجنرال كلاب كهذا، كلابه أكثرها سلوقية. هل أنت متأكد؟ متأكد يا صاحب المعالي، أنا نفسي أعرف ذلك. كلاب الجنرال غالية أصيلة، أما هذا فالشيطان يعلم ما هو، لا شعر ولا هيئة، مجرد حقارة لا غير. هذا كلب يقتنى؟ أين عقولكم؟ لو أن كلبا كهذا ظهر في بطرسبورغ أو موسكو، تعلمون ماذا كان يحدث؟ ما كان أحد ليلتفت إلى القانون، بل على الفور ولا كلمة. أنت يا خيريوكين قد تضررت، ولا تدع الأمر يمر هكذا، ينبغي أن نؤدبهم، آن الأوان. ويقول الشرطي ويفكر بصوت مسموع، وربما كان كلب الجنرال فليس مكتوبا على سحنته، رأيت منذ مدة كلبا مثله في فناء منزله. ويقول صوت من الحشد، واضح كلب الجنرال. ألبسني المعطف يا يالدرين، يبدو أن النسيم يا حب لقد بردت. احمله إلى الجنرال واسأل هناك، قل لهم إنني وجدته وأرسلته، وقل لهم أيضا ألا يخرجوه إلى الشارع، فهو كلب ربما غال، وإذا أخذ كل خنزير يلسعه بالسيجارة في وجهه فمن السهل إتلافه. الكلب حيوان مهم. وأنت أيها الغبي، أنزل ذراعك، كفاك إبرازا لإصبعك الحمقاء، أنت المذنب. ها هو طبخ الجنرال قادم، فلنسأله. هاي يا بروخور، تعال هنا يا عزيزي، انظر إلى هذا الكلب، أهو كلبكم؟ يا سلام، لم يكن لدينا أبدا كلاب مثله. فيقول أتشو ميلوف، ليس هناك داع للسؤال، هذا كلب ضال. لا داعي للكلام الكثير، إذا قلت إنه ضال فهو ضال، ينبغي إعدامه وكفى. واستطرد الطباخ، ليس كلبنا، إنه كلب شقيق الجنرال الذي وصل من مدة. جنرالنا لا يحب كلاب الصيد، أما أخوه فيحبها. ويسأل أتشو ميلوف ويفيض وجهه بابتسامة تأثر، أحقا وصل شقيق الجنرال فلاديمير إيفانيتش؟ آه يا ربي، وأنا لا أعلم، هل جاء للزيارة؟ للزيارة؟ آه يا ربي، أوحشه شقيقه وأنا لا أعلم. إذن فهذا كلبه، سعيد جدا، خذه، ها له من كلب، هبش هذا من إصبعه. ما لك ترتعش؟ أوه إنه غاضب هذا الماكر، يا لك من صغير. ويدعو بروخور الكلب ويمضي معه مبتعدا عن مخزن الحطب، ويقهقه الجمع سخرية بخيروكين. ويقول له أتشو ميلوف متواعدا، مهلا، سوف أفرغ لك. ويمضي في طريقه عبر ميدان السوق متدثرا بالمعطف.